Did you know أنه فما أمثلة نستعملهم فريكامون أما ديما نقولهم بالغلط. الحقيقة عملت أن تري بون كيف وأنا نحذر في الغبريك على خاطر اكتشفت أنه شتر الأمثلة اللي نقولوا فيهم مالوغوسمون نقولهم بالغلط. نبدأ بالمثل الأول، اسأل مجرب وما تسألش طبيب. في بالي ما فميش إنسان ما سمعش بيه المثل هذايا، ألوغكو في الحقيقة did you know أنه المثل الصحيح هو اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب. هو معنى الشيء اللي بدل معنى كومبليتمون، المعنى الأول أنه المجرب أهم طبيب، ألوغكو المعنى الحقيقي للمثل أنك بيه تاخو من تجربة إنسان جرب قبلك، أما رد بالك تنسى تستشير المعارف إلي زيكسبير. المثال الثاني اللي ديما نقولوه، من علمني حرفا صرت له عبدا. إذا المثال هذا زاد قاعدين نقولوا فيه بالغلط. Did you know انه المثال الصحيح هو من علمني حرفا صنت له عهدا، مش صرت له عبدا. وهوني قيمة العلم في التقدم والتحضر، غير ما مش في انه نرجع بتوالي ونرجع للعبودية. المثال الثالث والاخير، الحقيقة ابعد على الشر وغني له. وانا ديما جو مي دوموند يا اخي اش معناها نغني له شر؟ كيفاش انا ابعد عاش كيفاش نغني له؟ هكا نمد دربوك نقول له اتيا هاني بعت عليك شر. دونك من اول الدنيا نحسه بيزار. كمان زدت عملت عليه ريغيرش وايفيكتيفمون طلع المثل غلط. والمثل الصحيح ديد يو نو انه هو ابعد عن الشر وقني له، يعني انك تحط ما بينك وما بين الشر موانع او قناية. وصدقوني ما كنتش نعرفش معناها قني له، من بعد فهمت اليوم اللي زوبستاك. دونك ما تحطش روحك في دي سيتواسيون تنجم تضرك وإلا تنجم تجيب لك المشاكل. قولوا لي أنا أكثر مثل كنتوا تستعملوه ديما مثلاثة يذوما وحسيتوه بيزار، وفماشي أمثلة أخرين سمعتوا بها مقبل وبعد اكتشفتوا اللي هما غالطين؟ حطوا لنا لي ريبونس نتاعكم كومونتير في الباج فيسبوك ديوانا فان.